اهلا بحضراتكم من جديد وفقرتنا الرياضيه الاسبوعيه المتجدده، وكالعاده بنحاول ان احنا يعني نرصد اللي بيحصل على مدار الاسبوع سواء كوره او غير كوره. طبعا الكلام كله هيدور حوالين الاهلي والزمالك، لانه مباراه امس هي كانت حديث الساعه والناس كلها عايزه تعرف اخبار الاهلي ايه، الجمهور يزعل من اللي حصل امبارح، والزمالك برضو نفس المنوال، هل كان متوقع ان هو يخسر حظوظ الاهلي والزمالك في الصعود والتاهل للدور اللي بعد كده في دوري ابطال افريقيا، والحديث كمان عن يعني موضوعات تانية هنتكلم فيها خلال فقرتنا النهارده مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ محمد قطب ناقدنا الرياضي والصحفي بمجله اخبار الرياضه. استاذ محمد منورنا النهارده. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. الناس تخرج زعلانه من امبارح ولا تقول ايه؟ يعني احنا هناخدها الاهلي الاول. تصريحات موسيماني كان فيها نوع من الغضب شويه، كان محبط، قال لك احنا خسرنا او اتعادلنا امبارح مش بسبب ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا، ولكن بسبب عده الفرص اللي لم يعني تترجم لاهداف. انت متفق مع المقوله دي او التصريح اللي قاله استاذ موسيماني؟ اه طبعا. وكمان في نقطه برضو يعني الناس مش واخده بالها منها، او جمهور النادي الاهلي ما خدش باله منها، ان امبارح محمد الشناوي في ثلاث هجمات في الشوط الثاني بيتصدى ليها. يعني اعتقد لو كانت كوره كان قبل حتى الجون بتاع الاهلي ما يجي، فيتا كلوب مضيع كم كوره بشكل كان ممكن يسببه خطر على النادي الاهلي، دول محمد الشناوي تصدى ليهم كانت الامور كانت هتبقى معقده اكتر، وقدر الله كان ممكن يحصل خساره للنادي الاهلي. لكن خلينا اقول ان فعلا كميه الفرص اللي ضيعها امبارح النادي الاهلي بالذات الشوط الاولاني كانت كتيره جدا، فرص غريبه، فرص ما تضيعش. اعتقد ان الجون اللي جه في النادي الاهلي كانت فعلا نتيجه لمقوله اللي بيضيع بيقبل. يعني النادي الاهلي ضيع فرص كتيره جدا، مش عايز اقول دي استهانه من اللعيبه او عدم تركيز، لكن دي بيعاني منها النادي الاهلي الفتره الاخرانيه. كمان في بطوله الدوري في ماتش طلائع الجيش كسب 2-1 برده كان بالعافيه، وكان النادي الاهلي مضيع فرص كتيره جدا خلال هذه المباراه. فاعتقد ان لازم المرحله الجايه بيتس موتسماني يدرب المهاجمين او يبدا ينقي اللعيبه اللي فعلا قادره على تحمل هجوم النادي الاهلي. يعني هل انت شايف انه والتر بواليا هيبقى التعامل معاه مختلف في المباريات اللي جايه؟ الناس كانت بتتكلم انه الراجل ده يعني كان شاطر جدا مع النادي اللي قبل كده وكان ظاهر بشكل جيد، هل الحسابات بتختلف مع النادي الاهلي؟ هل كان المفروض ان هو يعني يبدا المباريات تدريجيا ما يقحمش بيه من البدايه ويحط عليه السبوت، ولا انت شايف ايه؟ هل والتر بواليا هيبقى موجود في المشهد بشكل اساسي، ولا هيبتدي يغير موسيماني من فكره التشكيله ويبتدي يدعم بيرجع بيبدا بمروان محسن مره تانية اللي الحقيقه كان هيفرحنا وكان هيبقى يعني كلمه السر امبارح من دكه البزلاء، يعني ما جاب جون يعني دكه المظاليم زي ما سموها امبارح، وعندك يعني فرصه ان احنا نشوف مروان محسن تاني، ولا انت شايف الشكل هيبقى عامل ازاي في الفتره اللي جايه؟ بص، هو في حاجه جديده النادي الاهلي عملها ما كانتش بتحصل في الاول. يمكن كان اي لاعب بيجي النادي الاهلي قبل كده كان لازم حتى لو هو كان نجم فريقه كان لازم يقعد على الدكه او يطلع بره التشكيل مش اقل من 5-6 ماتشات. ليه؟ عشان يبدا ياخد شخصيه النادي الاهلي. انا مش مهم بالذات في الاهلي والزمالك مش مهم يكون اللاعب مهاري على قد ما يكون اللاعب عنده شخصيه. يعني انا 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 وجهه نظري النادي الاهلي كان بيعمل الحته دي كويس جدا في الاول. كان يبدا بعد كده اللاعب ينزل يجي ياخد الماتشات تدريجيا، كان بيبقى واخد اصلا الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. دلوقتي ما بقتش موجوده. دلوقتي انت والتر براليا، محمد شريف كان ماشي كويس جدا في بطوله الدوري، جبت والتر بواليا من الجونه قمت راكن محمد شريف وقمت ملعبه اساسي. ده ما كانش بيحصل. جبت محمد طاهر نفس القصه، اول بعد لعبته في الاول على طول اول ما تعاقدت معاه. ده في النادي الاهلي او في نادي الزمالك لو ما كانش اللاعب عنده شخصيه لازم تقعده الاول تديله شخصيه النادي الاهلي، لان اي لاعب بيجي من اي نادي بره بيخش النادي الاهلي او نادي الزمالك بيحصل له رهبه، تبقى حسابات تانيه، بيبقى شكل تاني. فطالما انت عندك الناس اللي هي تقدر تبقى موجوده في المكان ده، لا يبقى اللعيبه دي لازم تديها الاول الشخصيه بتاعت الفرقه اللي هو رايحها، لان طبعا الضغوطات اللي بتبقى موجوده على اللاعب من جماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك بتختلف كليا على لما بيلعب في اي نادي اخر. يعني طيب
بلغه الارقام، الاهلي مطلوب منه ايه علشان يصعد للدور اللي بعد كده؟ هو دلوقتي موضوع الصعود هيبقى بينه وبين فيتا، لان سيمبا اعتقد 7 نقط، لو كسب المريخ الماتش الجاي هيبقى 10 نقط، اعتقد الموضوع بالنسبه له هيبقى اسهل شويه في موضوع الصعود. انما دلوقتي الموضوع هيبقى بين الاهلي وفيتا. طب دلوقتي الاهلي متعادل هنا مع فيتا 2-2، مواجهات مباشره لو تم التعادل في النقط خلال كل المباريات اللي جايه ما بين الاهلي وفيتا، اعتقد ان الامور هتبقى صعبه. لازم النادي الاهلي فعلا يفوز هناك 1-0 على الاقل، عشان لو بعد كده حصل النادي الاهلي طبعا هيلعب ماسيمبي هنا، هيبقى ماتش هيلعب سيمبا التنزاني هنا، هيبقى الماتش صعب جدا. هيروح يقابل المريخ برضه في نفس القصه، هيبقى الماتش صعب جدا. فالامور مش تبقى مضمونه، وعشان خاطر ما نخشش في حزبه بيرما لازم النادي الاهلي على الاقل يكسب فيتا عشان خاطر يخرج نفسه ويعوض اللي حصل في ماتش القاهره. طيب احنا اخر سؤال عن الاهلي عشان ننتقل سريعا للزمالك، هل انت متفق مع الفكره اللي بتثار انه الاهلي او نجوم الاهلي جات لهم حاله تشبع من الانتصارات والبطولات، ولا انت مش مع ده؟ وهل ده انت يعني شايف ان ده ممكن يبقى فعلا هو ده اللي موجود ومؤثر على اداء اللعيبه؟ لا ملهاش علاقه. لا يعني انا وجهه نظري النادي الاهلي امبارح لعب ماتش كويس، ضيع فرص في ماتش الطلائع، الاهلي كان كسبان، خسر ماتش سيمبا، لكن قبليها كان لعيبه النادي الاهلي بتعاني من اجهاد كبير جدا في بطوله العالم للانديه، وقبلها كانت الدوري وبطوله افريقيا. فاعتقد ان الامور كلها ملهاش علاقه بتشبع او مش تشبع، سواء ايه النادي الاهلي طول عمره بيكسب بطولات، يعني مش اول مره ان هو يكسب 3 بطولات في موسم، مثلا افريقيا وكاس ودوري. يعني ما اعتقدش ان اللعيبه حصلت تشبع، لان اغلبها لعيبه جديده، يعني اغلب اللي لسه جاي النادي الاهلي، كهربا، حسين الشحات، محمد طاهر، بواليا، محمد شريف، الناس دي ما خدتش بطولات زي ما كان موجود مثلا عمرو السوليه او احمد فتحي او حسام عاشور او اللعيبه دي، عشان نقدر نقول عليها ان هي تشبعت بالبطولات. لا، دي لسه لعيبه لسه جديده، لسه بتبني اسمها داخل النادي الاهلي. طيب ننتقل الى الغريم التقليدي، النادي الزمالك افريقيا، برضو البدايه مش اللي يمكن كنا حابين ان احنا نشوف الزمالك فيها. امبارح خساره امام الترجي، يمكن المباراه كانت ماشيه ند بالند، كان في 1-1، وبعد كده يعني اتغيرت موازين المباراه مع طرد، وانتهت النتيجه 3-1. كنت متوقع خساره نادي الزمالك امبارح لو يعني افتراضا من البدايه، يعني بعيدا عن فكره الطرد. انا حتى لو كنت افترضت ان نادي الزمالك هيخسر، مش هفترض بهذه الطريقه. نادي الترجي من اضعف نادي الترجي خلال 10 سنوات. اللعيبه اللي لعبت مع الزمالك امبارح هي نفس اللعيبه اللي كسبتهم في السوبر الافريقي، وكسبتهم في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات. فما اعتقدش ان الزمالك كان عنده حجه في ان هو يخسر بهذه الطريقه. انا مع الزمالك اوكي ماشي، ممكن يخسر 1، يخسر 2-1، بس ما يخسرش بالاداء والمستوى اللي ظهر عليه. الشوط الاولاني كان الزمالك احسن لحد ما دخل في الجون الاولاني، بعد كده تعادل، بعد كده دخلوا في الجون الثاني. بس انا وجهه نظري كان نادي الزمالك على الاقل بسبب ظروف المجموعه اللي هو فيها وسبب تعادله في اول ماتشين كان لازم يكسب امبارح، او على الاقل كان يخرج بنقطه كانت هتسهل معاه المهمه في الماتشات اللي جايه، لان الزمالك هيلعب ماتشين هنا في القاهره عكس مثلا الترجي وعكس تونجس السنغالي. كانت هتبقى الامور بالنسبه له اسهل شويه لو كان الماتش امبارح خلص تعادل، يعني كان هيبقى الزمالك 3 والترجي 5، كانت هتبقى الامور سهله شويه. انما دلوقتي الترجي بقى 7 والزمالك نقطتين ومولوديه 5، فانت الامور كلها هتبقى معقده برضو في ال3 ماتشات اللي جايين لازم تكسبهم. يعني هل يعني الانديه الكبيره الاهلي والزمالك اتعودنا منهم كل مع بدايه كل بطوله بتحصل حته الاهتزاز في المستوى او في النتائج، وبعد كده بيتاهلوا؟ يعني هل دي السمه اللي احنا اتعودنا عليها من الاهلي والزمالك مع بدايه دوري ابطال افريقيا في كل نسخه جديده؟ ما المشكله ان الموضوع مش مضمون. يعني المشكله ان الدنيا مش مضمونه. يمكن انا اللي مستغربه ان النادي الاهلي مجموعته اسهل شويه من
من مجموعه الزمالك. يعني مجموعه الزمالك مجموعه صعبه، الزمالك مجموعته اصعب انت شايف. طبعا الترجي مع المولوديه، طبعا شمال افريقيا عموما لو حتى لو فرق بتلعب فين هتبقى الموضوع اصعب من ان انت بتلعب مع انديه من غرب وغرب افريقيا وجنوب افريقيا يعني. فالامور كلها بالنسبه للنادي الاهلي اسهل، انما اللي انا مش يعني مش مستصعبه في ماتشات الاهلي. تلعب مع سيمبا من تنزانيا، بتلعب مع فيتا كلوب، حتى الانديه اللي معاك في المجموعه مش معاها منتخبات او دول كبيره في عالم القاره الافريقيه. طب لو هنركز الزمالك. لو هنركز على الزمالك، هل عدم وجود مهاجم هيظل ده الصداع اللي يعني بيراود باتشيكو، انه مفيش حد بتقل وقوة مصطفى محمد يقدر يسد المكان ده؟ لا، هي القصة في نادي الزمالك مش كده. القصة ان الناس مش قادرة تحد، يعني مش قادرة تفصل ما بين قيمة مصطفى محمد كمهاجم وقيمة مصطفى محمد لما رحل. بمعنى ايه؟ دلوقتي هي القصة مش قصة مهاجم. لا، هي القصة قصة انضباط. بمعنى ايه؟ دلوقتي لعيبة نادي الزمالك اغلبها عندها عروض، اغلبها موجود ليها عروض، وفي ناس بتتفاوض معاهم من تحت لتحت وغير معلنين والكلام ده كله. مصطفى محمد احدث هزه، اللي ايه هي الهزه؟ ان انا رحلت غصب عن الاداره، فجميع لعيبه نادي الزمالك ذهنها مشغول ازاي هتمشي، ما بتاخدش مستحقاتها، بيتعاملوا جوه النادي ازاي، كل الامور دي داخل لعيبه نادي الزمالك. ما حدش بص للناحيه الاداريه في رحيل مصطفى محمد او بالطريقه اللي مشي بيها مصطفى محمد. مصطفى محمد لوى دراع المجلس بتاع الزمالك للاسف، لو دراعه واجبره ان هو يوافق على الرحيل، من غير بقى من تدريبات، من ان هو مش عايز يروح، من ان هو مش عارف ايه، كل الامور دي بينت للعيبه ضعف الاداره الحاليه للاسف يعني. بس يعني خلينا نقول انه في الاخر الموافقه تمت برضو بالطريقه دي، يعني في الاخر الزمالك وافق على رحيل المجلس مجبر. في فرق بين ان هو موافق، فرق ان انا مجبر. موافق يبقى انا خلاص كنت وافقت من الاول. ما انت لو عندك رغبه لاعب عنده طموح وعايز ان هو يعني، بس في عقد. لا طموح مشروع، في عقد. لا في عقد. انا دلوقتي بارم مع اداره القناه عقد، لو جالي عقد من اي قناه تانية ما أنا لا خلاص انا ملتزم بعقد. مش هلوي بقى دراع الاداره عشان خاطر امشي او عشان خاطر اجبره من أنا. لا، مفيش حاجه اسمها كده في عالم كره القدم. انت بتلتزم بعقد طالما انت مع النادي ده. النادي ده مش هيوافق برحيلك الا لو كان عايز فعلا ان انت ترحل. دلوقتي الزمالك هيتحط في مأزق كبير جدا مع جلطة سراي لو فعل عقد البيع، هتبقى بايعه ب4.5 مليون دولار. ومحمد مصطفى محمد لو جاله عروض هتجيله عروض اعلى من ال4.5 بكتير. طب يعني انت شايف ان مشكله الزمالك هي بتدور حوالين الاداره في التعامل مع اللاعبين، في ايجاد حاله من الاستقرار بحيث ان اللعيب يبقى واخد مستحقاته، يبقى قادر يعني يأدي في الملعب بشكل كويس؟ انت شايف المشكله فين في الزمالك؟ المشكله هي ميكس يعني ما بين الاداره وما بين اللعيبه. الاداره طبعا عليها ضغوطات كتيره من الجماهير، الفرقه مش ماشيه بشكل كويس، مفيش تواصل بشكل عايز اقول بشكل مستمر ما بين الاداره وما بين اللعيبه. الكابتن عبد الحليم علي طبعا الله يعينه، والكابتن اشرف قاسم نفس القصه، لكن مش هيقدروا يغيروا الدنيا كلها بين يوم وليله، مش هيقدروا يحلوا مشاكل اللعيبه بين يوم وليله. طب يمكن الاداره اللي فاتت مثلا هي اللي كانت جايبه اللعيبه وهي اللي كانت بتتعامل معاهم بشكل مستمر. طب انت جبت ناس جديده تتعامل مع لعيبه اول مره تتعامل معاها، اول مره يقعدوا مع بعض او يعيشوا مع بعض. فالامور لسه مش قادره ان هي تاخد شكل التأقلم ما بين الناس الجديده اللي ماسكه في الكوره وما بين اللعيبه. طب نرجع تاني لاجواء المباريات والزمالك، هل يعني المهمه لسه في المتناول حسابيا؟ مطلوب منه يعمل ايه علشان يصعد؟ هو الزمالك لازم يكسب الثلاث ماتشات. الثلاثه؟ طبعا، لانه كان في كلام قال ان هم محتاجين 7 نقط من الثلاث مباريات. لا لا لا، يكسب ماتشين ويتعادل. لا، تكسب لازم تكسب ثلاث ماتشات عشان ما تخشش في حسابات. لان انت ما تعرفش برضو الماتشات اللي جايه اللي هيحصل. يعني ما تعرفش مثلا الترجي هيعمل ايه مع المولوديه في تونس. وارد جدا المولوديه يكسب الترجي، وارد انت تخش اصلا القصه بتاعتك مع في موضوع التاهل بينك وبين الترجي مش بينك وبين المولوديه. طيب خلينا نتكلم. انا عايز اقول بس ركز بس، المولوديه هيلعب ماتشين على ارضه، ماتش الزمالك وماتش تونجس. ماتش تونجس ده خلاص يعني اعتقد هيبقى مضمون. تمام. فالمولوديه لازم الزمالك يكسب الثلاث ماتشات. طيب احنا خلينا ننتقل سريعا، طبعا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك باذن الله ان هو
يعني يتخطى عقبة المباريات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا وماشي كويس في الدوري المصري، يعني خلينا نقول أنه على الأقل النتائج أفضل بكتير. سريعا كده، كهربا وأزمته مع النادي الأهلي، هل كهربا هيبقى موجود في المشهد في الفترة اللي جاية؟ هل ده يعني قرصة ودن؟ أنت شايف يعني مشوار كهربا شكله أو ملامحه تبقى عاملة زي في الفترة موجود اللي جاية؟ كهربا امبارح كان موجود في الماتش، على فكرة كان موجود في الماتش امبارح، واعتقد دي رساله للناس اللي قالت ان هو ممكن يمشي او ممكن او هو زعلان من العقوبه او الكلام ده. لا، هو امبارح وجوده في المباراه بتاكد ان كهربا عايز يفضل موجود ومش عايز يمشي. وانا اتمنى ان اللعيبه اللي بفكر كهربا وفكر صالح جمعه يبصوا للناس اللي بتوصل. يعني الناس دي للاسف بتبص تحت رجليها، ما بتبصش هي ممكن تبقى ايه، لان هم في مكان النادي الاهلي نادي كبير. يعني لما يبقى عندي لاعب، لما يبقى في لاعب بحجم وامكانيات كهربا ويبقى رحيله عن النادي الاهلي مش للمستوى بحاجات خارجيه عن مستواه، دي حاجه بتحزن اصلا الكره المصريه عموما. يعني انت تبقى عندك كميه لعيبه متميزه بس بره الملعب مش عارفه تتاقلم او مش عارفه تعيش او مش عارفه تلتزم او مش عارفه تحط نفسها في 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 وضع ان هي خلاص لاعب كوره، يبقى لازم لاعب يبقى لاعب كوره، بقى صحان بدري نوم بدري، تركيز في تمرين، تركيز في مباريات، كل الامور دي لازم لاعب الكوره لازم يحط فيها اعتقاد خاطر ينجح ويوصل. بنتمنى انه الرساله توصل، نتمنى ان احنا نشوف كهربا في يعني افضل حال ويبقى بيأدي في الملعب بشكل افضل زي ما بدا بدايه الموسم، كان ظاهر بشكل كويس. يعني باذن الله يبقى في فرصه ان هو يراجع حساباته ونشوفه بشكل يعني يشرفه ويشرفنا باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، ناقدنا الرياضي الاستاذ محمد قطب الصحفي بمجله اخبار الرياضه، كالعاده ضيف عزيز ومنورنا دايما في صباح البلد. بشكرك شكرا صباح الخير استاذ محمد، وصباح الخير على كل اهل البلد. صباح الفل، وبكده تكون انتهت فقرتنا الرياضيه الاسبوعيه. استنونا دايما كل يوم حد، بنحاول نغطي كل اللي بيحصل داخل الساحره المستديره وغيرها من الرياضيات. دايما الرياضات دايما هتلوها في برنامجكم صباح البلد. مكملين معاكم، لسه عندنا فقره كمان.